يتقدم لحسن شحاتة روح رياضية حقه. زي ما انتم شايفين الجواب بيبان من عنوانه، العنوان يوم الاحد ان شاء الله الاستوديو التحليلي يبدا معاكم من الساعه 3 عصرا، مباراه الاهلي والزمالك، مباراه السوبر، مباراه دائما وابدا خارج التوقعات هذا الموسم او هذا اللقاء بالتحديد، خارج التوقعات تماما بعد الطفره اللي شهدها فريق الزمالك وايضا الصفقات اللي ضمها النادي الاهلي. من يفوز؟ ده سؤال هيجاوب عليه حسن مسكاوي، ايمن يونس، محمد يوسف، وربما خالد بيومي. ده ان شاء الله يوم الاحد المقبل في استوديو يبدا من 3 العصر باذن الله عز وجل. دائما ابدا كونوا معنا مع هذا الاستوديو التحليلي. طيب قبل الفاصل سالتك السؤال الصعب، هل الانديه هتوافق على التطوير؟ هتضحي؟ انا النهارده راجل مرشح رئيس الاتحاد، رحت لهم يا جماعه انا عامل مشروع لتطوير الكره المصريه، عايز الدوري الممتاز يبقى زي الدوري القسم الثاني، يبقى ده 20 وده 24 ولا 26، عايز اعمل لكم حاجه تغير من شكل الكره المصريه، ده الكره المصريه، هل النادي ممكن يوافقني عشان خاطر البلد ومصلحه البلد والكره تبقى عالميه عندنا هو يستفيد بعد 2 3 سنين؟ يقول لي يا عم انت جاي تعمل ايه؟ انا دوري ممتاز بيه وجاي تنزلني درجه؟ اتفضل من غير ما ترد وياك تتجنن وتعود. وهل المرشح نفسه يقدر يعمل ده، يبقى عنده الجرأه انه يعمل ده، ولا يبقى كده ضامن سقوطه 100% يا استاذ حسن؟ اولا بمناسبه المرشح لازم يبقى عنده فكر، اكيد يعني لازم يبقى مرشح يبقاش عنده فكر. لا يعني لا موجود عندنا يعني طيب ماشي طيب. يرشح نفسه وخلاص يعني لكن لازم يبقى عنده خطه يعني، لازم يبقى عارف هو هيعمل ايه بعد كام سنه. ومش هو يبتدي الرساله بتاعته وغيره هيكملها. ده صحيح. النقطه ان للاسف احنا بنلعب على الكراسي بس، دي اهم حاجه في كل الاتحادات، ده الهدف الرئيسي يعني. لكن انا موافق ان انا لو انا مرشح نفسي، لو انا عشان انا مش هقول لك لو فلان، انا هتكلم عن نفسي. لو انا داخل الانتخابات انا قدامنا دلوقتي حسن مسكاوي المرشح لرئاسه الاتحاد المصري لكره القدم، اتفضل. رسالتي هتكون ان انا هعمل التغيير اللي يوصل ل 72 نادي في الدرجه الثانيه الى 24. تمام. بس بدءا من عام 2019 او 2018. نعم. مش هاجي النهارده وانا مرشح نفسي. تمام.
وانا مرشح نفسي في الدورة دي اقول له انا هغير لك الدوري الجاي انا هعمله كذا. نعم. ما هو احنا لازم نبطل الطريقة دي ان احنا نعمل تغييرات تفاجئ الناس وتغضب الناس. لكن انت تعمل تغيير بالتدريج، تعمل تغيير وتعلم الناس التغيير ده هيكون كاملا امتى. دي حاجة مهمة جدا. وبمناسبة الكلام اللي انا بقوله وبمناسبة اللي كان جملة قالها خالد بيومي في حواره، مهندس ثانية بريدة قدم بالفعل خطة استراتيجية لتنمية او تطوير المنتخبات الوطنية من 2014 الى 2022. فعلا انا ما اعرفش حصل ايه في الخطة، ما استناش انه يجي رئيس اتحاد زي ما قال خالد، ما استناش لانه يجي رئيس اتحاد، لكن مع تعيين شوقي غريب هو قدم هذه الخطة ان في الثمان سنين دول كيف يطور المنتخبات الوطنية. هو ده الشغل اللي احنا يعني بنطلبه الحقيقة بنطلبه، بس برضو القضية مش منتخبات وطنية بس. القضية ان المنتخبات الوطنية هي الكريزة الاخيرة اللي في الترطاية اللي بالمسامير اللي انا مصر عليها انها حاليا بالمسامير تموتك يعني. قاتلة. هي دي الهدف النهاية. انما لازم تعمل الدوري، المسابقات المحلية، الناشئين تهتم بيهم، وعايزين نحل قضية جدلية الحقيقة مش عارف يعني انا مش متابع يمكن مسابقات الناشئين قوي. لا عشان كده يعني اذا كنت انا غلطان انا متابع قول لي وانا هقول لك. احنا بنلعب تحت 12 سنة ولا بنلعب؟ لا مفيش تحت 12 سنة. لان 12 سنة كده بتبقى فريندلي يعني. ايوه لان خفيفة كده صغيرة يعني. منطقة بتبقى منطقة يعني. القضية الجدلية انا لعبت تحت 12 سنة مسابقات تنافسية. لعبت منطقة القاهرة اهلي مع مقاولين مع مصر في ماتش الاهلي 12 سنة. تحت 12 سنة يعني اول ماتش ليا في حياتي كان نادي المعادي قدام النادي الاهلي قبل ماتش الاهلي والترسانة الاول فلسطين. كان في جمهور قد ايه؟ 30,000 او 20,000. وانت عندك 12 سنة بتلعب قدام. وانا عندي 12 سنة. على فكرة انا كنت مرعوب. بس هنا لما الولد الصغير يلعب قبل الماتشات الكبيرة بيتعود على مواجهة الجمهور. ده مواجهة الجمهور ده شيء مرعب يعني. ما دي من ضمن الحاجات. القضية الجدلية هل نلعب مسابقات تنافسية تحت سن صغير ولا لما يكبر شوية؟ منطقة في أوروبا القاهرة. في أوروبا والدول المتقدمة زي ما بنقول لغوا فكرة التنافسية في سن صغير وخلوها في سن أكبر شوية يعني. احنا كنا بنلعب تحت سن صغير قوي يعني. فالخطة الموجودة توافق بس بالتدريج. وهو ده الصح. نجيش النهاردة انا عايز اعمل دوري وكوره كويسه ومسابقات محليه جميله وارفع المستوى لسنه 2000 اعملوا دوري محترفين في القسم الثاني. نعم طبعا. انا بعمل خطتي دي ل 2034. هو احنا ليه بنتكسف من الحاجات دي؟ لو انا مش هكون عايش وقت ده اللي بيعمل الخطه دي. انما انت البلد هتبقى عايشه والكوره هتبقى عايشه والناس هتبقى عايشه والاجيال اللي بعدينا موجوده، فلازم تعمل ده. لازم تبقى بتفكر لقدام. ما يجيش ما انا الحقيقه بتجنن من ان احنا نناقش دائما المسائل الحيويه قبل المسابقات، قبل الدوري باسبوع او 10 ايام او اسبوعين. نعم. مع ان قدامنا سنين او شهور كمان بنعمل التغيير بكره. هنعمل بكره كذا. لا احنا ما هو يعني هناك قرارات تصلح لبكره دي. ماشي ده على مستوى الدوله وعلى مستوى صناعات اخرى او على مستوى اشياء اخرى، لكن في دي يعني لان في انديه وفي انتخابات وفي مصالح وفي اعمل الحكايه دي، ابدا التغيير من النهارده تدريجيا واشرح للناس انت وجمعياتك العموميه يعني التغيير ده هيكون ايه يا جماعه. بس كل واحد بقى يبقى عارف من 72 نادي ان سنة 2018 هتبقى الدوري 24 نادي. نعم. خلاص قرار قاطع يعني. خديني اقول انا وانت وخالد بيومي وصلنا لايه؟ عشان نبقى حاطين حلول، ما نقولش نرغي كده، واذا كلامي غلط حضرتك صحح لي او ناقص حضرتك كمل لي اللي انا بقوله. احنا قلنا مطلوب اولا تعريف واضح لمشاكل الكرة المصرية. وايه معنى كرة القدم المصرية؟ الكرة المصرية ايه هي؟ تمام. الكرة المصرية مش المنتخبات بس يا كابتن. نعم كويس. حضرتك بتقول مطلوب على الاقل وضع خطة لعشر سنوات قادمة. طبعا. لجنة فنية على اعلى مستوى تطبق هذه الخطة وتطبق النظام، مش مرتبطة بوجود اتحاد بوجود اشخاص، لا بتطبيق مشروع للنهوض بكرة القدم المصرية. لا اكمل لك بقى معلش. فضل. يعني فضل. احنا بنتكلم في حاجة مهمة.
لكن انا مش عايز الناس تزهق لان الكلام ده اتقال كتير. معلش. لكن ما في حاجات لجنه فنيه. انا اسف. لجنه فنيه من شباب. من شباب. لجنه فنيه شاب. من شباب. ناس متصله بالعالم. وفي نفس الوقت اصغر المدربين اللي عندك. انت اتحاد كوره ويجيدوا اللغات. اذا كان في حد بيجيد اللغه الانجليزيه، بيجيد اللغه الفرنسيه، بيجيد اللغه الالمانيه الاسبانيه، نعم، ابعتهم يقعدوا في كلير فونتين في يعني هو طبعا اسمه فرنساوي، انا اسف اني كنت بنطقه غلط، يعني معسكر او معهد التدريب في فرنسا. بيروحوا مدرسه برشلونه يشوفوا الولاد اللي بيجيبوهم من سن 12 سنه. نعم. يشوفوا بيدربوهم ازاي ويوكلوهم ازاي. مش احنا عايزين رساله دكتوراه بناخدها من كامبريدج او او اي جامعه بره يعني. نعم. ما نبعت ناس تتعلم ازاي كوره، ازاي الرياضه. احنا كنا بنعمل ده في الستينات وحققنا طفره في معهد لايبزيغ في المانيا الشرقيه. معقوله. ودي كانت فتره وتوقفنا. طب ما نعمل ده، الدوله وزاره الشباب والرياضه تعمل ده، تبعت مدربين صغيرين يتعلموا. طيب يبقى لجنه فنيه شابه وتثقيف المدربين وارسالهم الى بعثات خارجيه. انت عشان تعمل الحقيقه بنشوف حاجات مذهله في التدريب، السرعات والاستشفاء تمام. الحاجات دي لازم لازم تبقى عندنا يعني. مواكبه العصر يعني. بدء مشروع الهدف وتغييره ليتواكب مع الجديد. الاستعانه بالتجربه الالمانيه لانها التجربه الاهم في مجال كره القدم ومجال اعاده البناء. الله يرحمه كابتن جوهري كان يعني مؤمن جدا بالمدرسه الالمانيه في الكوره. طيب التعامل مع صناعه كره القدم وليس انها لعب ولكنها صناعه كامله هي كره القدم. الغاء سطوه وكلاء اللاعبين، ودي نقطه مهمه جدا قالها خالد بيومي. تغيير نظام مسابقات الناشئين والقطاعات عشان يبقى عندنا مسابقات على مستوى عالي. تغيير وتوسيع قاعده المدربين. الاستفاده من خطه تطوير كره القدم، اذا حضرتك قلت ان هنا بوريدا قدمها يبقى الاستفاده منها بشكل جيد. التدريج في التغيير للوصول الى الشكل الانسب للمسابقات. واخيرا تثقيف المدربين وارسالهم الى في بعثات خارجيه. وبصوره ما لابد يبقى في حساب عسير، مش عسير، حساب. الحساب للمديرين الفنيين. انت جبت لعيبه بكام؟ وجبتهم ليه؟ ولعبوا ولا ما لعبوش؟ وعملت بيهم ايه؟ وده انا الكلام ده ما هي اصلا لما نقول منظومه كله على بعض بما فيها مجالس ادارات الانديه، مجالس ادارات الاتحادات، المدربين، وكلاء اللاعبين، كل ده لازم يتصحح. ما ينفعش ابدا الاقي انديه بتشتري 25 لعيب ويلعب منهم 10. رئيس النادي ما كانش رئيس النادي، الجمعيه العموميه لازم تحاسب الناس دي. انتوا ليه جبتوا فلوسنا دي وديتوها فين؟ ما هو ده جزء من المنظومه. احنا بنشوف تسعير اللاعبين، مش معقول انا من سنه 90 بنتكلم على تسعير اللعيبه، الباروميتر اللي كان في ايطاليا اللي عملوه ازاي. انت بتقول ده ب 4 مليون و5 مليون على اي اساس؟ وب 7 مليون عشان جاب فيه جونين. هو كل واحد يجيب جون في الزمالك ولا الاهلي يبقى ثمنه 7 مليون؟ يا ريتني كنت جبت جونين في الاهلي. نورتنا يا استاذ حسن، بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى ان شاء الله عز وجل يكون عندنا حلقات اخرى عشان نكمل ده. بس هستاذنك وانت معايا تصفيات الجوله الثانيه من التصفيات الافريقيه معانا الاهداف، لو نعرضها سريعا يبقى كتر خيركم يعني. هنعرض فجاه طيب وهفكركم بالنتائج. مصر خسرت من تونس 0-1، الجزائر كسبت مالي 1-0. ده نبدا بهدف تونس في مصر، يعني اخطاء ساذجه على راي الناس كتير. قال لك الترقيصه دي بطلت من زمان. وبعدين انا اول مره اشوف لعيب رقص واحد في ميدان يعني. ما انا بقول لك بطلت من ايام الخماسي. الجزائر بتفوز على مالي 1-0 بهدف لكارل ماجني في الدقيقه 83 من اللقاء، وست نقاط للمنتخب الجزائري. والجمهور كان في غايه الالتزام بعد الحادث المؤسف اللي راح ضحيته احد اللاعبين. الكونغو السودان، والكونغو بيفوز هدف في البدايه في الدقيقه الرابعه عن طريق فيربوري الدور، والدقيقه الاخيره من اللقاء هدف عن طريق برينس اونيانجي.
كونغو عاملين مباريات طيبة الحقيقة في هذه البطولة. سيراليون بتخسر من الكونغو 2-0 والمنتخب السيراليوني بيلعب خارج ملعبه. ده الكاميرون وكوت ديفوار وفوز كبير جدا للمنتخب الكاميروني. كلينتون موانجي بيسجل الهدف الاول ثم ينجح يايا توريه او يحيى توريه في تسجيل هدف التعادل بعد 24 دقيقة كانوا اتأخروا في الدقيقة 15. كل ظن ان الفريق الافواري عاد بقوة لكن رجع فيسنتي ابو بكر لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل نهاية الشوط الاول. تخلص احداث الشوط الاول بالتقدم 2-1. يرجع تاني فيسنتي ابو بكر بيسجل الهدف الثاني ليه والثالث لمنتخبه في الدقيقة 54 تبقى 3-1. واخيرا بينجح تاني كلينتون موانجي في احراز الهدف الاخير في الدقيقة 76 من اللقاء واربع اهداف مقابل هدف وحيد. والاثنين دول هم البدلاء بتاع سامو الايتو خلصوا رأس الافعى بدأوا يشتغلوا بشكل جيد. ده لسوتو والجابون والنتيجة انتهت 1-1. لخانيا سجل لسوتو في الدقيقة 60 ونجح ليفي مديندا في تسجيل هدف التعادل المنتخب الجابوني في الدقيقة 76 من احداث اللقاء. ترجع بقى لمجموعتنا والمنتخب البتسواني وببساطة جدا بيفوز على المنتخب السنغالي بيفوز على المنتخب البتسواني 2-0. ساديو ماني بيسجل في الدقيقة 33 ويرجع عثماني نضاي بيسجل في الدقيقة 84 هدف الاطمئنان وهدف ضمان الحصول على 3 نقاط تؤهله لصدارة المجموعة مع المنتخب التونسي مع فارق الاهداف لصالح المنتخب السنغالي. ومصر وبتسوانا الاثنين بلا رصيد في ذيل المجموعة والسنغال وتونس ب6 نقاط. نروح لانجولا مع بوركينا فاسو والفوز لبوركينا بثلاثية على حساب انجولا في انجولا وده فوز كبير جدا. وعلى فكرة منتخب بوركينا اتغير جدا. ارنست بانسيدا كنا تابعناه في بطولة الامم الافريقية وفي تصفيات كأس العالم لكن ده الماتش قدامنا ده توجو مع غانا ورغم فوز المنتخب الغاني 3-2 جوناثان اي بيتي يسجل الهدف الاول لتوجو في الدقيقة 12 نجح سامو جان في التعادل بالهدف في الدقيقة 24 وعاد مرة اخرى ايمانويل بادو جوندا غريب جدا بص حضراتكم ضربة الرأس عاملة ازاي يعني لف كده يدوب رقبته تبقى النتيجة 2-1 لكن ايمانويل ادي بايور العائد من الاعتزال الدولي يعود ويسجل هدف التعادل لفريق توجو في الدقيقة 77 من ضربة حرة مباشرة. الكل توقع ان المنتخب التوجولي ممكن سجل هدف الفوز ولكن كريستيان اتسو قبل النهاية ب5 دقائق ده جاب فينا جون في مباراة مصر وغانا جاب فينا جون السادس بيجيب هنا جون المكسب وجون مهم جدا في الدقيقة 85 من اللقاء وتنتهي المباراة بفوز كبير او غالي للمنتخب الغني. ومع ذلك ما احرجوش ان هم يمشوا المدرب كواسي ابيا والبرتغال كمان اقصد باولو بنتو المدير الفني بعد الهزيمة من البانيا في البرتغال 1-0 وبعد الظهور السيء جدا في كأس العالم. طبعا انت الاتحادات بتقيم الاداء كمان قبل ما تقيم الاداء النتائج يعني النتائج مهمه طبعا ويعني وبتخبي على سوء الاداء لكن المفروض التقييم يبقى على الاداء. انت بتلعب كره ازاي؟ انت غيرت في المنتخب ازاي؟ انت بتلعب كره ممتعه ولا لا؟ كره هجوميه ولا لا؟ يعني الحقيقه انا من المعجبين جدا بتجارب المانيا وهولندا في كره القدم. حاجة يعني عظيمة جدا يعني ده صحيح تجارب عظيمة وكرة ممتعة يعني نعم. ده ماتش العروبة واتحاد جدة في الدوري السعودي. انا بعرضه ليه؟ لانه عمرو انور ابننا الحياة تولى المسؤولية خلفا لخالد الجروني في تدريب اتحاد جدة والحقيقة دي المباراة الثانية ليه على التوالي. وانت لازم تعيد الجون 40 مره يا جماعه يعني على طول سريع سريع خلينا عشان نعرف نكسب وقت بس بعد اذنكم اعلن. المهم ده الجون اللي عدى المره العاشره والعروبه بيسجل الهدف الاول يتقدم على نادي اتحاد جده. لكن الحقيقه ده وسط ملعب اتحاد جده والمره ال 12 اعاده الهدف الحمد لله هنفضل موجودين معاه لحد اخر السهر الظاهر الهدف ده وفرحه اللعيب ثم ينجح فريق اتحاد جده انه يعود في المباراه بهدفين ويفوز والنقطة الستة على التوالي المباراتين لعمرو انور اللي جبته الحقيقة مكالمة الاسبوع اللي فات
كان سعيد ان احنا بنهتم بيه، واحنا سعداء ان في مدرب مصري بينجح في دوري كبير زي الدوري السعودي طبعا. حتى لو جابوا مدرب جديد عليه يا استاذ حسن. طبعا حاجه جميله جدا ان يبقى شاب، يعني انا هقول عليه شاب معلش يعني بيتدرب فريق كبير جدا زي الاتحاد السعودي، فريق من اكبر الفرق. شفت الملعب عامل ازاي، شفت الجمهور اللي موجود في الملعب. نعم. في مباراة يعني الاتحاد مش بيلعب مع اهلي جدة، لا ده الاتحاد بيلعب مع العروبة، الاتحاد مش بيلعب مع الهلال ولا مع النصر. نعم. اللي هم يعني اكبر اربع فرق في المملكة. نعم. طبعا يعني من مؤكد ان المشهد كله بمدربنا عمرو انور يشرف ويفرح يعني. نعم صحيح، وتساوي مع الشباب برصيد 12 نقطة. عايز اقول لك خبر طيب وخبر سعيد ولكل السادة المشاهدين، ان نجمنا الجميل ايمن شوقي اجرى جراحة استئصال الكلية اليسرى بنجاح، وانا كلمت امبارح مكالمة طويلة جدا واسعدني بصوته وعاد الى منزله بسلامة الله وامنه ورعايته. هو بيشكر الجميع، بيشكر الاعلام، بيشكر الجمهور، بيشكر كل الناس، لانه قال لي قد ايه حسيت ان انا في قلب الناس وقد ايه الناس مش ناسياني. كل انتقادي للجمهور، لكنه الحقيقة انا اشدت بيهم لما عملوا لافته بتتمنى لايمن شوقي الشفاء، اقول لكم كلنا معاك ايمن، كانت لافته جميله منهم. هو حقيقه كان مبسوط جدا، مبسوط جدا بالاهتمام الاعلامي وباهتمام الناس ليه وبيه، واعتقد انه ايمن من الناس الجمال، وبنقول له الحمد لله على السلامه مره ثانيه يا استاذ حسن. الحمد لله على السلامه. طبعا الناس مش بتنسى الاخلاق. الله. وايمن صحيح. طول عمره نعم الحقيقه لعيب محترم ومهذب واخلاقي. بص ترمومتر الناس سلوك. ليس له مثيل. محدش يقدر يضحك على الناس ابدا. انت صادق، انت عندك اخلاق، انت بتحترم نفسك وبتحترم الغير، الناس هتحبك. نعم استاذ حسن شرفتنا ونورتنا، بشكرك شكرا جزيلا. وما نزال الملف مفتوح عن كره القدم المصريه، هل نستطيع انقاذها ام لا؟ هذا هو السؤال. هروح لفاصل اعزائي المشاهدين، بعد الفاصل هستقبل ضيوفي الاستاذ ايمن بدر رئيس تحرير اخبار الرياضه، ودكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر السابق. الحوار هياخد منحى تاني خالص. الازمه الدائره بين وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه، الخطابات اللي بتجينا من الخارج، قانون الرياضه هل هنقتصره على قصه 8 سنوات ولا هنفكر في قدام، هنفكر في بكره؟ ده السؤال اللي محدش عارف له جواب. الأول بدأنا بماتش تونس، طبعا كان في رهبة في الأول وكان لسه أول بطولة وطبيعي الرهبة الأولانية، بس كابتن سوزان وكابتن إيهاب وكابتن وجيه وكل الناس كانوا معانا طبعا وساعدونا إن احنا نكسب بسهولة، وكسبنا الحمد لله 3-1 ده كان مع الجزائر. أول أجواء وأكيد يبقى في جماهير في مباراة دي. هو ما كانش فيه جمهور كتير لأن ما كانتش المحافظة الرئيسية اللي هم مقيمين فيها، فالجمهور ما كانش كتير، بس هم الحمد لله يعني برضو تغلبنا عليهم وكسبناهم 3-0 وجدارة. كان برضو في فعلا رهبة في الأول، بس يعني قبل ما دخلنا في مود الماتشات وكده وخدنا على الماتشات خلاص. الحمد لله هو شعور جميل طبعا، يعني الحمد لله يعني احنا نجحنا ان احنا نوصل للمركز الأول. تعبنا كتير بقالنا سنة بنتمرن، الحمد لله يعني ان احنا وصلنا لكده، دي حاجة فخر يعني لينا، والحمد لله احنا شرفنا مصر. هو طبعا كأول بطولة كنا لسه مش واخدين الثقة ان احنا نلعب بره وسط جماهير، فكنا يعني لسه أول ماتش كنا لسه مش نازلين واثقين من نفسنا قوي، بس لما لعبنا الحمد لله ربنا وفقنا واخدنا الثقة الكابتن ادهالنا وربنا وفقنا وكسبنا. هو دي أول بطولة تتعمل، بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، فكان فعلا دي حاجة جديدة بالنسبة لنا، وكان نفسنا ان احنا نحقق فيها حاجة عشان دي أول بطولة تتكتب في التاريخ، فلما تتنسب لمصر ده إنجاز. حتى بعد كده ده اكبر انجاز ممكن يتحقق، ان 23 اول بطوله ليها تتعمل مصر هي اللي تاخدها. ده بلس ان اصلا الفرق المنافسه كانت فرق قويه، تونس والجزائر وكان معانا بوتسوانا، بس الاقوى تونس والجزائر. ده الوضع الطبيعي لاتحاد مصر للكره الطايره انه يكسب اي بطوله افريقيه. هو املي في البنات مش في البطوله الافريقيه، ده احنا كسبناها مرات عديدة قبل كده، يمكن دي اول مرة 23، لكن الشابات دايما بنكسبها. لكن اللي انا عايزه واتمنى ان هو يتحقق على ايدينا في المجلس، ان احنا نعمل حاجة في بطولة العالم ونجيب فعلا
الخبرات العالمية، وده هيكون لقائي مع معالي الوزير ان شاء الله، ان احنا مش بس انا واخد تفويض بالتفاوض مع مدير فني للفريق الاول اجنبي، وفي ثلاثة هيتعرضوا على مجلس الإدارة هنختار منهم واحد، أسماء عالمية كلها لعبة أولمبياد وكأس عالم ودوري عالمي، برضو عايزين نجيب واحد لقطاع الأنسات والسيدات. يبقى احنا بنعمل النهضة، أنا كل شيء خاص بفرقنا القومية بعمله، وبعمله باحترافية عالية جدا، وأنا سعيد جدا بالبنات رغم إن الهجوم كان شرس جدا والفترة وجيزة اللي احنا استلمنا فيها، لكن ربنا كلل مجهودهم وكملوا على من سبقنا. يعني الاتحاد السابق كان بيكسب برضه البطولات دهيت، واحنا بنكمل المسيره. اما بخصوص الفريق الاول، اذا كان في اي نقد فما فيش حد بيستعد لبطوله عالم في 6 اسابيع، وخمسه من الفرق الاساسيه كانت مصابه، لكن قدرت اعمل بروتوكولات، قدرت اروح تونس والجزائر وايطاليا واروح بولندا، كل ده بالتبادل وبروتوكولات، ما كلفتش خزينه الاتحاد مليم واحد حتى تذاكر السفر على منصه الاتحاد الدولي. قدرت اتعاقد مع شركه عالميه من الشركات المعتمده للملابس، وجابت لي الملابس على ورثه في مكان ما كنا موجودين البعثه، خليت مصر تظهر بالمظهر المشرف، وفي نفس الوقت قدرت احافظ على ميزانيه الاتحاد والوزاره، ولا التفت لاي صغائر موجوده او اي انتقادات، ما دمنا بنعمل في من اجل نجاح مصر، من اجل عوده كره الطائره لوضعها الطبيعي.